المخيمات وضوي على المخيمات ضد خلقنا نعيش بحرية خلقنا نعيش بحرية ومطالبنا شرعية مطالبنا شرعية وبدنا نعيش بحرية بدنا نعيش بحرية ويا مفوض اسمع منا يا مفوض اسمع منا يلا روح العزة يلا روح العزة بداية الرحمة للشهداء، شهداءنا اللي استشهدوا اليوم وارتقوا في بلاطة وشهداء قطاع غزة. الشعب الفلسطيني بيعيش النكبة يوم يوم، وإحنا اليوم متواجدين مخيم الفوار. هذول الناس اللي هم عنوان القضية الفلسطينية، وبقاء ونجاح المخيمات هي جذوة الثورة وجودة حق الناس، أحد الثوابت الفلسطينية حق العودة اللي إحنا دائما بنكرر وبنعيد فيه. في مؤامرة على هذا المخيم، وبالتالي هي مؤامرة على حق العودة. اللي بمر في شوارع المخيمات يجد أكوام من النفايات مقززة، ولا يعني فيش بشر بتحمل هذا الموضوع، إضافة إلى الناس اللي المريضة بالأمراض المزمنة، كهول ونساء حوامل وأطفال رضع، و يعني في أطفال بدهم ياخذوا الطعم، كل هذا أهل المخيمات محرومين منه. هذه هجمة شرسة من أعلى مراتب من أمريكا، اللي هي حاطط المفوض اللي بأخذ تلقي بتلقى معلوماته فقط من أمريكا، وقاعد بيقزم في القضية وبيقزم في خدمات المخيم. المخيم هو عنواننا، وهو إحنا يعني ما دام في مخيمات فلسطين إحنا يعني مش لا نتفاخر في مخيمات. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعود كل لاجئ إلى موطئ قدمه، موطئ ميلاده، وموطئ أجداده اللي طلع منها. لكن في ظل الحياة اللي بيعيشها المخيم، يعني إحنا كشعب فلسطيني بنعيش في أسوأ ظروف، واللاجئ يعيش الأسوأ والأسوأ بظروف قاتمة صعبة جدا جدا. احنا وقفتنا هذه محددة، احنا وقفتنا هذه تتعلق باضراب العاملين في وكالة الغوث. هذا اضراب محق، هم مطالبين ببعض الحقوق البسيطة لهم، حقوق مهنية وحقوق مادية بتطلبها يعني المعيشة وغلاء المعيشة اللي حاصل. اثنين، الوكالة من 3 شهور لغاية الان يعاني اللاجئين بشكل عام والمخيمات بشكل خاص من كل أنواع التخلي عن الخدمات الأساسية البسيطة. عيادة الوكالة اللي بتقوم بعمل أساسي بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، لتطعيمات الأطفال، للحوامل، للحالات الطارئة، هذه 3 شهور وهي مغلقة إغلاق تام، دون أن يتمكن الفقراء من أهل المخيم أو غيرهم من أنهم يأخذوا جرعة دواء. اثنين، البيئة كلكم شاهدينها، نقصد بالبيئة الصحية عبارة عن مزابل، عبارة عن قذورات تعم كل شوارع المخيم وأزقته، هذا لا يستطيع تحمله إنسان. احنا أصبحنا في فصل الصيف ومضى رمضان والأعياد ونعيش في هذه الأجواء. مدارس الوكالة هي مدارس تعلم تعليم أساسي من الأول الابتدائي إلى التاسع، أصبحوا أطفالنا أميين لا يعرفون من العلم شيئا، فإحنا نحمل وكالة الغوث بالدرجة الأولى. وفي نفس الوقت السلطة الفلسطينية كونها دولة مضيفة تتحمل المسؤولية بشكل مباشر. وين دائرة شؤون اللاجئين؟ أكم من واحد أجا شاف اللاجئين؟ هذا المسمى المفرغ من محتواه، ما شفناش أي مسؤول أجا سأل عن المخيمات ماذا حصل بها. يعني إحنا بالنسبة لنا مطالبتنا الأساسية ستبقى الوكالة قائمة حتى تتحقق العودة. هذه أسست مع النكبة ولا يحق لها أن تنزع عملها إلا بعودتنا إلى أوطاننا.
أريد العودة إلى مدرستي. من حقي أن أتعلم. إحنا تابعين لدائرة شؤون اللاجئين اللي هي جزء من منظمة التحرير، وبالتالي إحنا بنرفع صوتنا لكل المسؤولين إنهم يشدوا أنفسهم من أجل تحقيق مطالبنا. مطالبنا اللي هي الخدمات، إحنا بدنا الخدمات. الموظفين بيطالبوا بأشياء شرعية لهم، بحقوق شرعية وبحقوق مشروعة، بس إحنا بنطالب بالخدمة. الخدمة جاية نتيجة انقطاع العاملين عن عملهم، بالتالي تعطلت خدمات الوكالة. وين المسؤولين؟ وين مسؤولين الوكالة؟ الوكالة تأسست بقرار من الأمم المتحدة، بقرار من أجل قرار 181 من أجل خدمة اللاجئين وعملهم. ولحد حين العودة الآن لا تحققت العودة ولا في خدمات، الخدمات مقطوعة حتى متناقصة. أيام ما بتعمل الوكالة أثناء عملها خدماتها متناقصة وبترجع لوراء، الهدف هو محاولة إنهاء الوكالة. وهذا المفوض العام اللي موجود حاليا واللي مددوا له 3 سنوات الحقيقة بيعمل في هذا التوجه، بيحاول ينقل خدمات الوكالة لمؤسسات ثانية مشان في النهاية الوكالة تنحل وتنتهي، وبالتالي بصير ببطل في حق عودة، بصير بس مجرد مساعدات إنسانية. الآن الخدمات التعليمية موقفة، وهذا مقصود فيه تجهيل الطلاب، تجهيل الناس. إحنا ناس أصلاً بنهتم بالتعليم، إحنا كلاجئين بنهتم بالتعليم. ليست فقط هي مشكلة العاملين في الوكالة بحجة نقص التمويل، وإنما نقص الخدمات وتناقصها بشكل واضح تماماً نوعاً وكماً. إضافة إلى نوايا الوكالة التي تريد نقل خدماتها لمؤسسات أخرى ودفع ثمن هذه الخدمات، ندعو الوكالة أن تبقى عند تفويضها الذي منح لها عام 1949، وأن تكون أمينة على هذه الولاية، وأن تستمر في تقديم خدماتها وفق التفويض الذي منح لها من الأمم المتحدة. يعني أولادنا الحين بعضهم وين في الشوارع بين أقوام النفايات. هذا المفوض العام اللي قاعد بيدعي الإنسانية وبتدعي والوكالة اللي بتدعي حرصها على أطفالنا وبتدعي حرصها على الإنسان وبتدعي حرصها على المرأة، وين هي اليوم من هذه الكارثة اللي بتعرض لها أهل المخيم؟ يعني أنا بناتي، يعني بنتي اليوم في الصف الرابع، من يوم الكورونا ما درست إشي. يعني اليوم بنتي تتعرض لسياسة تجهيل مقصودة، وهذا الإشي مقصود. هذه السياسة ليست عبثا، هذه سياسة مؤامرة دولية، هذه مؤامرة من قبل أمريكا لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء قضية اللاجئين وتركيع المخيمات، لأنه تركيع اليوم هذه السياسة لتركيع المخيمات من أجل القبول بالحلول الاستسلامية اللي هم اليوم الحل الأمريكي اللي هو التنازل عن 48، وكانوا يقولوها اللي هم الكبار بموتوا والأطفال بنسوا، ولكن إن شاء الله تعالى لن ننسى، وقضيتنا لن ننسى 48. نحن لنا جالسون 90 يوما في البيوت، لا تعليم ولا حقوقنا، نريد حقوقنا، نريد أن نتعلم، نريد حقوق المعلمين أن يعلمونا، نريد أن نتعلم، حقوقنا أن ندرس ونتعلم، ومن حق المعلم أيضا أن يدرس الطلاب، نريد أن نرجع إلى المدارس، نحن نريد أن نتعلم، جيلنا أصبح فاشل جدا، نريد أن نتعلم.